بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم. معكم كالعادة علي الجعيشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة اليوم، حلقة سنكتشف من خلالها برنامج بسيط يمكنك من معرفة كافة المعلومات عن كرت الشاشة الخاصة بك. فإذا كنت تواجه مشكلة في تشغيل بعض الألعاب على حاسوبك، فتأكد من خلال هذا البرنامج أن مواصفات حاسوبك قادرة على تشغيل هذه الألعاب أم لا. ولكي لا أطيل عليكم، تابع معي بعد هذا الفاصل. إذن كل ما عليك القيام به هو تحميل برنامج GPU Caps Viewer من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل التدوينة الخاصة بهذا الدرس، وطبعا رابط التدوينة أسفل الفيديو في الوصف إذا كنت على موقع يوتيوب. مباشرة بعد الانتقال إلى هذه الصفحة، يكفي فقط أن تقوم بالنزول قليلا ثم ستجد زرين للتحميل، الزر الأول مخصص للبرنامج بشكل محمول، والزر الثاني إذا كنت تنوي تثبيت البرنامج على حاسوبك. بعد الضغط على الأزرار سوف تظهر معك نافذة جديدة. من خلال هذه النافذة تستطيع تحميل البرنامج من خلال الضغط على Download GPU Caps Viewer. بعد تحميل البرنامج سوف تجده على شكل ملف مضغوط. كل ما عليك القيام به هو فك الضغط عن هذا الملف، ثم ستستخرج مجلد على هذا الشكل. بعد ذلك تقوم بفتح هذا المجلد، ثم تقوم بالضغط على أيقونة البرنامج. مباشرة بعد ذلك سوف يفتح معك البرنامج على هذا الشكل، وسوف تجد جميع المعلومات المتعلقة بكرت الشاشة الخاصة بحاسوبك. من خلال هذه المعلومات تستطيع مقارنتها بمواصفات اللعبة، وهكذا سوف تعرف ما إذا كانت حاسوبك قادر على تشغيل هذه اللعبة أم لا. هناك العديد من الخيارات في هذا البرنامج، كتشاهد OpenGL وCUDA وOpenCL كما تشاهد، يعني قياس السرعة، قياس الجودة وما إلى غير ذلك. كذلك أيضا 3D DOMS كما تشاهد إذا كانت كرت الشاشة قادرة على تشغيل ألعاب 3D، وأيضا هناك إذا الخيارات أو الأدوات Tools كما تشاهد. سوف تجد مجموعة من المعلومات المتعلقة بحاسوبك ومواصفات حاسوبك الأخرى. أيضا تستطيع الحصول على معلومات إضافية من خلال الضغط على More GPU Info، وسوف تفتح معك نافذة CMD من خلالها سوف تجد معلومات إضافية عن الحاسوب. إذن أتمنى من صميم القلب أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو وقد استفدتم منه. كان معكم كالعادة علي الجعيشي، لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب، وكذلك زيارة كافة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا زيارة مدونتي الرسمية للمزيد من الدروس والشروحات التقنية، مدونة مجهول معلوماتي anoninfoprof.com. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.